نعم، هذا فيما يتعلق بالقانون. وايضا ذكرت، بينما ايضا الشارع ايضا عن الاقتصادي، هل ايضا الاقتصادي عليه ملفات كثيره ومهم تواجده في المجلس القادم؟ نعم، هناك اناس اتساءل هل تعرف اساسيات الاقتصاد؟ مثلا كثير منا لو سالتك ماذا تعرف عن التضخم، ماذا تعرف عن ارتفاع سعر الفائده، تعويم العمله، الدين، شروط البنك الدولي، ماذا كثير من دهاليز الاقتصاد، هل تتابع مثلا الاوبك اجتماع، هل انت مواكب لما يحدث في الدول والتضخم، هل انت مواكب مثلا الى كثير من الامور الاقتصاديه لكي تعطي رايا. انا سمعت بعض الاصوات مثلا عند الضرائب تريد فقط ان تؤخذ من التاجر او مثلا من المستثمرين الاجانب، وانا اؤيد ذلك الى حد ما، لكن انا اتساءل عده تساؤلات. هل انت تريد جلب الاستثمار الاجنبي ام تريد رؤوس الاموال تهرب؟ لان راس المال جبان. القاعده، هناك مثل جميل، اذا بتغرب لا تخرب. يعني ماذا تستفيد اذا هربت رؤوس الاموال الاجنبيه؟ هم هربوا من ضرائب في تلك الدول، فماذا تستفيد؟ ستخرج من عندك وتذهب الى دول اخرى قريبه اكثر تسهيلا. ماذا تعطيهم من عروض ايضا بالنسبه للشركات؟ التجار خصوصا الشركات العائليه لها ثقلها وتاريخها في البلد، وقامت باعمال مجتمعيه ووظفت نسبه كبيره من البحرينيين، فكيف نتصرف اذا افلست او قلصت نشاطها او سرحت بحرينيين؟ سنفتح مشكله اخرى. انا اذا كنت اقتصادي حرفي مع قانوني سيدرس اولا المواطن هو بالدرجه الاولى ان يعيش رخاء اقتصاديا وتخفض عليه الضرائب، وهو الحلقه الاضعف الذي يجب ان نقف معه. اذا تسمح لي استاذ معلي، حتى يعني اسمح لي على المقاطعه، ولكن هذا يجرنا الى سؤال، بان المطلوب الان من المجلس القادم فيما يتعلق بمصلحه المواطن وايضا مصلحه المستثمر والتاجر كذلك الحكومه، المصلحه اللي تهم جميع الاطراف، ما هو المطلوب للمرحله القادمه؟ انت تفضلت فيما يتعلق بالمواطن، هذا سوف اكمل، ونحرص على مصلحه الجميع، هذا ما كنت سوف اقوله في السياق. تفضل. اذا انت حرفي ستاتي بقانون عادل يحقق حق المواطن ولا يضر بالمستثمرين الاجانب ولا يضر بالتجار، فأنت إذا أتيت بقانون متكامل بهذه الكيفية فحقا فمن المؤكد أن ستقبله الحكومة والكل سيقبله، لأن مصلحة الحكومة هي النجاح في الملف الاقتصادي وغير الملفات، وكذلك نحن وأيضا من يترشح في البرلمان مصلحته أيضا هذا الملف، فنحن والحكومة لسنا في حلبة مصارعة وتسجيل نقاط. كيف نعمل ذلك؟ أو كيف المشرع يجب أن يفعل ذلك؟ أن تعمل موازنة. إذا أنت تريد أن تأخذ ضرائب مثلا على جهة، ماذا ستعطيهم في المقابل؟ ما هي الامتيازات؟ مثلا من ضمن الامتيازات الحديثة في مملكة البحرين هي مثلا الإقامة الذهبية، الأجانب والشركات والاستثمارات الأجنبية هي المرشح أن تكون تخفف من اعتماد الدول على النفط، فأنت محتاج جدا إلى هذا جلب الاستثمارات، فتعطيهم عروض لا تهربهم منك لكن تجذبهم وبنفس الوقت تراعي مصلحة المواطن. هذا كيف يتحقق؟
تحتاج إلى حرفيين في القانون ودهات في القانون ودهات في الاقتصاد. يعني هل تعني بكلامك وحديثك أن هناك نقص أم تطالب المزيد من الاهتمام؟ نطالب المرشحين أن يهتموا أكثر بالتخصصات. الطيبة والشخص الطيب شخص مهم، لكن أنت تريد عندك مشكلة الآن تمس حياتك اليومية، فتحتاج المهني الحرفي بعيدا عن الطيب. أنت إذا أردت أن تتطبق ألا تسأل من هو الطبيب الحرفي والمتقن؟ لو كان أخوك ليس حرفيا أو ليس ذي مهارة لن تذهب إليه. فأنت عندك مشكلة تقول أنها اقتصادية، تريد ناس حرفيين في هذا المجال.